مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير وجبة باذنجان كتير كتير سهلة وبسيطة وبدون لحم أو دجاج. وجبة سريعة وكتير رائعة وبتشهي، إن شاء الله بتنال إعجابكم. وجبة كتير طيبة. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا باذنجان صغيرة، بدي اقطعها مربعات صغيرة. بعد ما قطعت الباذنجان مربعات صغيرة بهيدا الحجم، هلا بدي احط عليهم ملح. برش ملح. بعد ما ملحت الباذنجانات هلا بقليهم بالزيت الحامي. بسم الله. بس استوى الباذنجان هلا احطهم بالصحن. بعد ما قلينا الباذنجان مع بعض، عنا هون قطعت بصل صغيره، 5 حبات ثوم، حبه فليفله حلوه صغيره، حبتين بندوره، وقرن فلفل حار. بدنا نكفي مع بعض. حط بالمقلاية زيت نباتي، البصل والثوم، رشة ملح صغيرة، وبقليهم على الغاز. بس قليت البصل والثوم بهيدا الشكل، هلا بحط فوقهم الخضرة، الفلايفلة الحلوة، البندورة والفلفل الحار، كوب صغير مي. ملعقة طعام شراب صلصة البندورة، ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات، بحط الباذنجان، بغطي المقلاية، بخفف الغاز شوي وبتركهم لتستوي الخضرة. بعد حوالي 6 دقايق بس استوت عنا الخضرة. هيدا الشكل النهائي للوجبة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.